كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية لتقديم التعازي بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج الخليفة رحمها الله. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ورحب جلالة الملك المفدى بأخيه جلالة العاهل الأردني مؤكدا على عمق العلاقات البحرينية الأردنية وامتدادها التاريخي وما تمثله من تواصل دائم وتنسيق مشترك على مختلف المستويات، فيما أعرب العاهل الأردني عن اعتزاز الأردن وقيادة وشعبا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة الذي تجمعه بمملكة البحرين. وقد تلقى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الرفاع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص تعازي ومواساة أخيه صاحب الجلالة عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأردني بوفاة الفقيدة الراحلة رحمها الله. كما عز جلالة العاهل الأردني كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأبناء الفقيدة وشقائها سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة، وأن يديمه عزا وذخرا للمملكة وشعبها العزيز. وعرب صاحب الجلالة الملك المفدى عن تقديره لجلالة العاهل الأردني على مشاعره الطيبة والنبيلة المجسدة للروابط الوثيقة والعلاقات الراسخة التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لدى مغادرته البلاد. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.